يعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو مع عمدة الدوائر العشرة للعاصمة وعمدة بلدية جمينة ومندوب الحكومة لدى البلدية. لقاء قدم فيه رئيس الجمهورية حديثا عن الأوضاع التي تعيشها العاصمة والمواطنين بسبب المصارف المائية والأوساخ المتراكمة داخل المدينة. بلديات انجمينا بها مشاكل عديدة ومشاكلها متعلقة بكم بصفتكم عمد للبلديات، وهذا الأمر ثابت وواقع ومتداول من قبل مواطنيكم. هذا الأمر مؤسف، وكل هذا الأمر موجود في الدوائر العشرة بالعاصمة انجمينا، بالإضافة إلى ذلك غياب كل الأخبار والتبادل بين العمد ومسؤوليهم والمواطنين، وهذا أمر غريب. ولماذا كل هذه الأشياء؟ وبسببكم غابت المسؤولية، وسكان العاصمة انجمينا أصبحت أفكارهم أنانية، وهذا الأمر أصبح سببا في تدمير المصلحة العامة للدولة. البلدية المركزية للعاصمة انجمينا وبلديات الدوائر العشرة بالعاصمة استفادوا من استقلالية إدارة وتسيير العمل الإداري بأماكنهم، لكنهم أداروها بطريقة تقليدية، وإن العائدات المالية والفنية لبلدياتكم لم تسير بطريقة جيدة، وحتى الورشات والسيارات التي وضعت لم تسير بطريقة جيدة، وحتى المعدات والعربات لم تعد موجودة في المحطات التي أسستموها لها. وعن المجاري والمصارف المائية، أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بأن هناك عدم الجدية وغياب المسؤولية وكثرة الرشوة والاختلاس والتلاؤم، كل هذه الأمور أصبحت واقعكم. أما قضية المجاري والمصارف المائية أصبحت عادة للبلديات بأنجمينا، حيث أنه قبل الخريف تقومون بتنظيفها ومع بداية الخريف، ولكن في فترة قصيرة تسلمونها للتجار، أحيانا تسلمونها لإخوانكم لأصدقائكم، ومع هذا كله فإن الأوساخ تعود مرة أخرى وتصب في المجاري المائية، وهذا ما يعيق تصريف المياه ويصبح سببا في الأمراض للمواطنين، خاصة الملاريا وأمراض أخرى. إذا فتحت الكباري والمجاري المائية وأعطي العمل لتاجر، فلماذا لا يتابع ويراقب هل أدى العمل جيدا أم لا؟ ولماذا لا نرفع الأوساخ؟ ولماذا لا نحافظ عليها؟ يذكر بأن فخامة رئيس الجمهورية حمل المسؤولية لهؤلاء الأمد بالعمل الجاد من أجل نظافة المدينة وإنارتها، والتعاون مع المسؤولين والمواطنين في هذا الأمل. الإضاءة بالعاصمة انجمينا لم تكن جيدة، خاصة بالليل، فإن العاصمة انجمينا أصبحت ظلماء جدا، وإن الحارات بالأطراف حالتها مؤسفة، فإن الرشوة، الاختلاس، التلاعب، التساهل أصبح طريقكم، بالإضافة لأن شرطة البلديات لا تقوم بواجبها، مما جعل البوكو حرام تضرب، وأن الساحات العامة التابعة للدولة وزعتموها عشوائيا ولم تدخلوا أي شيء في الخزينة العامة، كل العائدات تختلس، وإن هناك أكثر من 95% من عمال البلدية هدفهم هو أكل المال العام، وحقيقة بأن الأحوال في بلدياتكم صعبة ومؤسفة للغاية، مما سبب ذلك فوضى عارمة في الشوارع والساحات، وكل واحد يعمل على حاله، فهناك غياب للمسؤولية، وكنتم تقومون بتوظيف إخوانكم أصدقائكم وأقربائكم، مما رفع عدد الموظفين في البلديات ولا يقومون بالواجب ويتقاضون أجور، وهذا يدل على عدم الجدية وتزييف كل الأوراق الإدارية، وهذا ما جعلكم وعمالكم تدكون حساباتكم المصرفية بالاختلاس،
كما أن هناك علاوات غير موضحة وخارجة عن القانون، كما أن هناك خلافات واضحة بين العمد ومستشاريهم، وهذا الأمر يعيق العمل، وهذه ليست من أفكار البلدية. السيدات والسادة، أمهلكم 72 ساعة فقط لتتخطوا هذه الأزمة، لتصبح المدينة بدون أوساخ ونظيفة، والمصارف المائية أيضا نظيفة من أجل المصلحة العامة للمواطنين، وذلك قبل أن تأخذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة خلال الأيام القادمة. وأدعوكم إلى التعاون الجاد والقوي كي لا تتركوا أي طريقة للشجار، واجعلوا التعاون هو مثابة هدفكم.